صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تصاعدت الحملة الداعية لمقاطعة مهرجان موازين في المغرب، حيث يبدو أن الجدل الذي خلقه مهرجان هذه السنة ما زال مستمرا، إلا أنه تعدى الحدود المغربية ليصل إلى فلسطين، حيث نشر مجموعة من سكان غزة بمختلف أعمارهم مقاطع فيديو يدعون من خلالها المواطنين المغاربة لمقاطعة مهرجان موازين إلى بلاد المغرب الحبيبة، ملكا حكومة وشعبا، قاطعوا من أجل فلسطين، من أجل غزة، أرجوكم قاطعوا مهرجان موازين. من حسد كل طفل فقد أمه. نحن أخوانكم، كيف تحتفلون ونحن نموت بطعن؟ أحقا يهون عليكم أن تفرحوا ونحن بين قتيل وجريح؟ من أجل كل الشهداء قاطع. من أجل كل الشهداء قاطع. لا ترقصوا على أحزاننا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.